أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، ويا مرحبا وإحنا مرحبين. هذا الفيديو إضافة إلى الفيديو الآخر بخصوص الإعلامي سفيان المطحني وما يتعرض له من حملات إعلامية شرسة مضادة من قبل بعض المشاهير. أنا لا أقول كل المشاهير، إنما البعض، في جزء منهم محترم يعرف كيف يعاتب بطريقة دبلوماسية دون الإساءة للرجل، مع العلم أنه الإعلامي سفيان المطحني ما قد أساء لأحد مطلقا. احنا نعرف أنه إعلامي، وبعض يقولوا أنه الرجال شايف نفسه متكبر، وحق له ذلك إن كان متكبرا أو مغرورا كما يدعي البعض ويقول البعض بأنه أصبح شايف نفسه، حق له ذلك. فهو ابن الإعلام ومن الإعلام، ووصل إلى ما وصل إليه من شهرة ومكانة بالتدرج، لن تساعده الظروف كما ساعدت الكثير من هذا الجيل. يعني أي واحد قد يطلع يعني بشاشة الجوالات من خلال كاميرا في جواله، يعني حتى لو هو تافه. يعني تخيلوا مثلا على سبيل المثال حسين الأملحي، هل يليق انه احنا نسميه اعلامي وهو واحد تافه اشتهر بتفاهة، قال على المسلمين ان لا يحجوا الى مكة، اشتهر بهذه فقط، لا درس اعلام ولا هو مجال الاعلام واحدة، بل من صعدة غشيم مسك الجوال ظهر ملقوف بدي انتشر اصبح قادوا شايف نفسه اعلامي. تخيلوا لما نقول الاعلامي سفيان المطحني والاعلامي حسين الأملحي ما تركب، صعبة جدا. يعني بيني بينكم احنا زودنا بها، يعني المفروض انه نعرف قدرنا شوية. يعني احنا لا لنا لا بالعير ولا بالنكير، احنا ساعدتنا الظروف كما قال الرجل، يعني ما اخطأ. بالنهاية الطفرة الإعلامية اللي حدثت بالسنوات الأخيرة والتنافس بين تطبيقات التواصل الاجتماعي من انستغرام على تلجرام على فيسبوك على تيك توك على لاكي على مدري ايش، جعلت المسألة بسيطة. أي واحد حتى لو هو تافه يبث تفاهاته عبر كاميرا جواله فيصبح مشهورا، لكن لا ينبغي أن يقال له إعلاميا. هو ما هو إعلامي ولا عنده أبجدية الإعلام، اللهم اشتهر لأن الظروف ساعدته، يعني على طبق من ذهب بسهولة اشتهر بسهولة. فعندما واحد يقول أنه سفيان المطحني شايف نفسه، حق له ذلك، لأنه فعلا يعني كان يقدم برامج تلفزيونية، كان إعلامي، كان تدرج قبل أن تأتي حتى هذه الطفرة الإعلامية وطفرة مواقع التواصل الاجتماعي، ما كان فيه، بالعكس هذا بجهده من زمان يعني، وهو مشهور أصلا خلقة من غير هذه التفاهات، من غير أنه يكون تافه أصلا، اشتهر بجهده بإعلامه بأدائه على شاشات التلفزة، هذه الحقيقة. فعندما يقول أغلب المشاهير تافهين، حتى ولو كان بعض أوقات يعني أنا من حين قال هذه الكلمة أشعر أنه قد يشملني كلامه، لكن لا عتب عندما هو يرى أن كم من تافه أصبح يوازيه، هنا مشكلة كبيرة. يقول لك أنا ابن الإعلام والإعلامي، أصبح أنا مثلا والمومري على صعيد واحد لمجرد أنه المومري أصبح عنده ملايين المتابعين، وهو ما له بالإعلام أصلا، لو بالتفاهة فقط. وانتم تعرفوا بلادنا ما يشتهر إلا التافه، يعني حتى مهند الرديني تحول إلى بنت واشتهر بهذه. أنا خلوني اليوم أضرب لكم أمثلة، محمد محسن الرخوة هذا اللي جالس بالإمارات ويطبل للإمارات والسعودية ليل ونهار، كيف اشتهر؟ اشتهر طلع يتكلم على زوجته ان سربا له مقاطع وهو يلبس المنشفة وبعد الترويشة ومدري ايش، وانا كنت اشتي اطلقه ومدري مو من الكلام هذا، اشتهر سطع اسمه، اشتهر لانه قلنا لكم احنا ما نشهر الا التافهين. هكذا زيما الاملح نفس الحكاية، اشتهر بتفاهة وانحياز لعصابة. وايضا هناك مشاهير اخرين مثلا زي فهد المدفل،
واحد تافه ما يسوى مليان يدكم شمة، اشتهر لأنه يطبل للإمارات ويعادي الإخوان الإصلاحيين والإخوان المسلمين. هكذا حصل له قضاء إلكتروني، يعني يندر وراءه بتمويل من السعودية والإمارات وبعض الأطراف اليمنية، فاشتهر. ما هو إعلامي ولا هو ابن الإعلام، واحد إمعه، هذه الحقيقة. يعني خلوني أكون معكم صريح، أنا يعني صح أنه باليوتيوب فقط، الفيسبوك لا رجعت له الآن يعني من ناصفة رمضان، ولا ما أدخله إلا نادرا، أنا كل شغلي باليوتيوب. تمام، المسألة بسيطة عندي، أفتح كاميرا الجوال وأطلع أتكلم سياسة، كله سياسة أغلب، ومالي بالتفاهات هذه صراحة، وأعرعر، لا أنكر أني أعرعر. تمام، أعرعر للساسة، للقادة، للمفسدين، من زعل وقهر على الواقع المؤلم لليمنيين. ولكن أيضا لا ينبغي أني أوازي نفسي بسفيان المطحني أو أي إعلامي أو مذيع بقناة قد تدرج ودرس الإعلام ودخل كليات أو دورات يعني إعلامية وتعلم. أنا ما تعلمت إعلام، ما تعلمت. ويستفزني أني أرى بعض الناس يسموني إعلامي بعض أحيان، يقولوا الإعلامي عبد الله غالب المطحني. أنا لست إعلاميا، أنا واحد ساعدتني الظروف، لأن بمتناول اليد، بخلاف هذا سفيان اللي تقوله شايف نفسه، ما كانت الأمور بمتناول يده، لا، اجتهد هو، اجتهد هو، قدم أداء فأصبح له قبول عند أصحاب الشاشات التلفزة والقنوات البث التلفزيوني، فاشتغل. يعني وجدت أن الأمور ولا المعطيات ساعدتني، فأصبحت أتكلم بشكل طبيعي، بشكل طبيعي أظهر وأتكلم، ومعي معرفة عند الناس، يمكن الآن يمكن 400-500 ألف يمني يعرفوا عبد الله غالب المطحني بسهولة. لن أجتهد، أفتح لا كاميرا الجوال وأتكلم من موقعي هذا على طول. صحيح أنه في واحدة فقط أجتهد فيها، أنه الآن من باب الظهور أمام الناس بعدت الفنيلة ولبست الثوب والجنبية، الآن أنا بأكمل بأخلعها، أنا متضايق، ما أفتح أخزن وأنا يعني مجنبة ولا مكوت، لا، هذا هو الجهد اللي بذلته فقط، مسألة بسيطة، فوق العلاقة بعد الثوب ولبسه الجنبية وطلع أتكلم، أمور شكلية لا أقل ولا أكثر، لا درست إعلام ولا دخلت كلية إعلام، ما في بالمطلق. فإذا كان الرجال شايف نفسه حق له ذلك، مع إنه هو ما تفاخر، بس أنا أحلل لكم كلامه أكثر في أمور. أنا أقول لكم إنه هذا الزمن اللي ذكر النبي محمد إنه يأتي آخر الزمن، إن الرويبضة الذي ما يسوى مليان يدكم شمه يتكلم في شؤون العامة، يعني تخيلوا الأملحي يتكلم في شؤون اليمنيين، شؤون العامة. مثلا المسمري، كيف اشتهر المسمري؟ عمل شعر ضد السعودية، عمل شعر ضد السعودية وبدأ يقفز، بدأ ينتشر، ما درس إعلام ولا لو بالإعلام ولا لو لا بالعير ولا بالنفير ولا يعرف شيء، تهيأت له الأمور والآن أصبح حوثي، وما يمكن يتخلى عنهم، لأن عندهم جيش من الذباب الإلكتروني يرفعوا منسوب المشاهدات واللايكات عنده، فلا يمكن يتخلى عن الحوثة حتى لو يقتلوا أبوه وأمه بكرة، باينبح عليهم يوم يومين ورجع يتحوث من جديد، ولا في شيء ويطبل لهم ويسبح بهم عبد الملك ليل ونهار. يعني مستحيل انه يرجع الى جانب الشرعية، لان الشرعية جزر متناثرة، شتتهم السفيه ابن السفيه محمد بن سلمان وحذاء المرقع محمد بن زايد، اصبحوا ما هم موحدين اعلاميا، واحد يقول لك ثورة يا جنوب، واحد انتفاضة السعيم، واحد اليمن الاتحادي، واحد كل واحد له رأي، فما عندهم جيوش الكترونية كما هو الحال عند الحوثي، فيدعموه ويدعموا عودته لصفهم بالذباب الإلكتروني، ويزيدوا من منسوب مشاهداته ولايكات منشوراته سواء باليوتيوب أو بمختلف مواقع التواصل اللي يملكها. هكذا الأمور يعني تمشي، يا إما تكون تبع جهة معينة يدعموك بذباب إلكتروني ويرفعوا من شأنك ويكبروك، يا إما تكون تافه تهز جحرك أمام الناس، أو تعمل زي مهند الروداني، هنا تنتشر بكثافة، تنتشر بكثافة. أنا أضرب لكم مثل، إذا واحد مثلا لبس الكرافتة وطلع يتكلم بمعلومات عن شؤون اليمن، عن اقتصاد اليمن، معلومات علمية، محتوى منظم ومحترم،
محتوى فعلا كأنه من قناة إعلامية أو برنامج تلفزيوني يطلع يكلمكم كيف كان الاقتصاد، إيش تملك اليمن من ثروات، إيش وإيش وإيش، يعني يتكلم محتوى راقي، هذا ما حب يتابعه. بتحصلوا 10 يعلقوا عنده بارك الله فيك، عاد يمكن حصل نص التعليقات عرعرة وسب وتنمر، وبتحصلوا 50 لايك 200 لايك معه فقط. لكن إنك تقول أنا بتحول بنت أو تعمل حامورة زي ما الرديني أو تصب الله وتصب الدين زي ما علي البخيتي، هنا بتنتشر وبتلقى رواج كبير 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 جدا. لازم تكون تافه، لازم تخرج عن الخطوط الحمراء، تخرج عن المألوف. هنا يتابعك الناس، هذا هو احنا المجتمع اليمني. اي واحد محترم لا نلتفت اليه ولا يعني نعطيه اي اعتبار، لكن عندما يكون تافه نغرقه باللايكات والمتابعات وهكذا. فاذا كان سفيان المطحني يرى نفسه او مغرور كما يقال، مع ان هذه نظريه خاطئه عند الكثير من الذي شاهد منشوراتهم ومهاجموا سفيان خلال الساعات الماضيه، هي يعني معطيات خاطئه. الرجل ما ذكر الجميع، قال أغلب المشهورين طلعوا بتفاهة، وقد صدق في قوله. ومن التفاهات هو التطبيل للتوجهات السياسية فيما طلعوا وصعدوا إلا بانتمائهم لتوجهات سياسية معينة، وأصبح لهم نجومية، وهم لا لهم بالإعلام ولا هم يحزنون، مجرد أدوات رخيصة قدرة. في حتى إعلاميين، في إعلاميين وهم إعلاميين ما لهم قيمة إلا بالتوجهات السياسية اللي يتبعوها. أما سفيان المطحني فهو من الشعب وإلى الشعب، ما هو داخل بالسياسة، وأنتم دارين برامجه إيش هي وتعرفوها، ما في داعي ما في داعي أشرح وأسرب يعني. فالحق الحق أقول إنه الكثير ما اشتهروا إلا بالتفاهة، صح ولا لا؟ أو أنا غلطان؟ المسمري اشتهر بشعر، محمد الرخوادك محمد محسن الياي الفلتة اشتهر وهو يتكلم على زوجته السابقة، إنها خلعتني وعملت بي وأنا كنت شي طلقة ومدري مو، وتتهمني بالذهب وأخوها ببريطانيا واشتكيت له عنده، بث مباشر أشهره. أحمد بنا اشتهر بملطم، واحد سكع ملطم لو ما هرلوا الشنب للأرض وقالوا له الملطم هذا في طريق القدس من أجل القدس، يلا زي ما المجزرة اللي عملوها برداع وقالوا شهداء القدس سموهم، وهكذا اشتهر بملطم وما له أي كرامة. خرج من عند طارق، إذا كان محترم بيخرج يروح بيته، لكن لأنه تافه يريد أن يكون تافه ومشهور فاشتهر بالملطم، تمام. ولا يستبعد أنه مدبرة منه، يريد أنه يقع له رواج ويكون له قيمة عند الحوثة، لأنه يدري أن الحوثة ما رجعوه إلا زي اللي يقول يعني صليت لك لجل تقرب، يعني أكرموه ولبسوه الرتب علشان البقية يعني يكونوا في حالة إغراء، إنه والله الحوثة يكرموا من يرجع له عندهم فيلحقوا بعده. يعني تافه تافه، ما يقدر يقدم محتوى مثلا يجعل له قيمة أبدا بالمطلق، ولا يقدر يجيب كلمة حق تجلب له جمهور أبدا. هو اشتهر بالملطان وبالتفاهات، وحفظك الله يا سيدي عبد الملك زي ما من قبل على طارق، وهكذا واحد تافه مطبل. فحق لسفيان المطحني انه يشوف نفسه، اذا شاف نفسه فوالله مع الحق. يعني تخيلوا علي البخيتي اشتهر بسب الله وسب الانبياء ولا الديانات كلها مش الا الاسلام المسيحيه، والاشتهر طلع نجوميته. هل نسميه اعلامي؟ هل نسمي الأملاحي الان اعلامي؟ تخيلوا عندما نذكر حسين الأملحي وسفيان المطحني على صعيد واحد، عندما نجعلهم في صعيد واحد، الإعلامي سفيان المطحني الإعلامي حسين الأملحي، كبيرة والله كبيرة. يفترض أنه سفيان يطلع من رأس أعلى جبل وقفز، يعني خلاص يعني لازم يأكل تفاح يخلي عزرائيل يزوره، لأنه صعبة جدا أنه واحد ما يعرف يقرأ حتى سورة الأضحى نريد الضحى ويصبح إعلامي على صعيد واحد مع الإعلامي سفيان المطحني. لا جريمة، سفيان المطحني درس إعلام، أنتم شوفوا ماضيه وتاريخه وسيرته الذاتية، يعني تعدد اجتهاد، ما هوش طارئ، ساعدت الظروف اللي أصبح متاحة بمتناول اليد، ترندات وهاشتاقات وفيديوهات مباشرة ولا تيك توك، أم الصبيان لها اجتهاد. وهذا تافه
تطاول على المسلمين، قال لهم لا تحجوا بمكة. اشتهر هذا الملح. إلا بس نموذج، أنا أجيب لكم مثال. أنا أشوف ناس يسموه إعلامي، لازم حنا نعرف أقدارنا ونعطي أصحاب الأقدار أقدارهم، نعطي كلا له قدره، نعطي لمن يستحق القدر المناسب. سفيان المطحني إعلامي بمعنى الكلمة، إعلامي إعلامي، ما في يعني نقاش. عارف الصرمي مثلا إعلامي. أنا ما أجي أجعله على صعيد واحد مع نفسي. أنا لا درست إعلام ولا أنا ناوي أدخل إعلام أصلا، إنما ساعدتني الظروف ووجدتها يسيرة، افتح الكاميرا وتكلم. هذا هو الحق الذي يجب أن نقوله. فاترككم من التنمر على سفيان المطحني وانظروا إلى قضايا البلد. إن أخطأ فما بيضركم، هم جرد إعلام، يشوفوا من بيضرونا من صدق، بيلعبوا بالصرف بأسعار المواد الغذائية، بالخضروات، بالذي قاطعين للطرق، الذي يعني بسببهم الحرب لا زالت قائمة ومؤهلة للانفجار بأي لحظة، ما هي إلا نار تحت الرماد حتى اللحظة. يعني هذا لا يجب أن نركز عليهم. أما سفيان لا بيضركم ولا بينفعكم، هو بالعكس عادوا يسعدكم ببعض البرامج. فتجاوزوا عنه إذا رأيتم إن كلامه عبارة عن زلة، مع أنه أنا لا أشوفها زلة، أشوفه قال الواقع. هو اشتهر إعلاميا. إحنا غالبيتنا الأمور بسيطة أمامنا زي ما قلت لكم. أما الرجال اجتهد وتعب وهو لا يقصد الجميع، هو ما عممش. تحياتي لكم، عملوا لايك للفيديو حتى يصل للجميع.